شكرا. السلام عليكم متابعين الجريدة الوطنية ك 36 كينيترا 36 محليا القنيطرة 36، معكم دائما إلياس ممثل الجريدة الوطنية. الآن نحن مباشرة من منزل المتهم اللي دارت واحد الضجة هنا في مدينة قنيطرة، لأنه اختطف واحد البنت صغيرة من العلامة، من جهة العلامة. احنا حاليا مع جيران والأسرة ديال المتهم، بغاو يشهدوا ويقولوا شهادة حق في شخص هذا السيد هذا اللي هو الآن عند الأمن. ونبداو مع هذه السيدة اللي جارته هي. بسم الله. السلام عليكم لالا. السلام ورحمة الله وبركاته. تقدري تقولي لنا هذا السيد عبد اللطيف شنو علاقتك به وكيفاش دايرة؟ يعني بكل عفوية وبكل صراحة. وشتي الضجة اللي نهضت عليه، بزاف ديال الناس كيطلبوا له انه يموت بالاعدام، شي كيقول لك عطيه 50 عام، بعض الناس كيتهموا بانه اغتصب البنت، وهو حسب التقرير ديال الطب الشرعي اللي جا على 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 اللي جا في البلاغ من النيابه العامه انه ما كاينش الاغتصاب، وبعض الناس كيتهموا. شنو تبغي تقولي انتيا لهاد الناس هذا كجار؟ هاد الدري هذا عبد اللطيف كنعرفوه انا من الطفوله اللي كان صغير، هو احنا تنعرفوه، ما عمري شفت عليه شي حاجه، ما عمري عليه شفت فيه شي حاجه، او دائما حاني راسو درويش، ما زعما ما عمري ما شفت عليه شي حاجه خايبه. ويعني ما عندوش شي سابقه في حال في مساله الاختطاف؟ ما لا، عمري ما عمرنا احنا تفاجئنا في هذه، احنا تفاجئنا. تفاجئتوا يعني؟ إن تفاجئنا في هاد الشيء اللي سمعنا، تفاجئنا. شنو كتعرفوا عليه؟ حاولي تعاودي لي عليه، هو كشخص باش نقربوه للمواطنين. دري درويش، ما عمرنا شنا عليه شي حاجه خايبه، ما عمرنا شنا دار شي حاجه خايبه. متزوج، عنده وليداته. عنده خمسه الوليدات. ما شاء الله. عنده خمسة الوليدات. احنا تفاجئنا بهاد الخبر اللي كيقول لك اغتصب، وهذا الله اعلم. احنا ما يظن، احنا انا ما نظنش فيه هذاك الشيء. يعني هو يفحقوك كشخص عمره ما وصل لهذا، عمره ما وصل لهاد الحاله هذه، انها درويش، ما عمرنا ما شنا عليه شي حاجه خايبه، والو عمرو ما شي حاجه خايبه، ما عمرنا شنا. وهاد الضجه اللي نارت عليه في مدينه القنيطره، ولا بعض اليوتيوبرز كيصوروا فيديوهات. ايوا هادوك تيبغيو يديروا الشهره، وتيبغيو يطلعوا القناه ديالهم، وتيبغيو. الصراحه انا هاد الولد انا معمري ما شفت عليه شي حاجه خايبه. وشنو رسالتك للناس ورسالتك للمواطنين والناس للقضاء؟ حنا الحمد لله عندنا القانون في البلاد، والمخزن شدو يعني تم الاعتقال ديالو، الاحاله ديالو من النيابه العامه، القانون هو اللي كيحكم. شنو رسالتك للناس القضاء والمواطنين القنيطريين والناس اللي شاركوا في البحث على ديك البنت؟ والحمد لله انها الحمد لله رجعت سالمه، ما فيها حتى شي حاجه، ما البنت رجعت للوالده الحمد لله. زعما الولد ما كان شي حاجه خايبه، كون الله يسر وقع في شي، الحمد لله انا كان خايب ما غاديش يخليها صالحه. فعلا انا رجعها صالحه لدارهم، رجعها انا حتى والله اعلم به، الله اللي عالم به. عنده شي اضطرابات نفسيه، شي امراض نفسيه؟ ما عندوش، لا ما عنده حتى شي حاجه. ضغوطات مع المراه ديالو، الطالقه ديالو، صافي هذا الشيء اللي عارفه مع الطالقه ديالو. اما شي حاجه اخرى ولدي ما عمرنا عرفنا عليه شي حاجه، عمره ما حنا قريب ليه بزاف، كنشوفوه بزاف، ماشي زعما بعيد علينا ولا هذا. شحال من عام هو يا جماعه؟ راه من الطفوله، كنقول لك من الطفوله صغير، من اللي كان صغير حتى تكبر، تزوج وكل شيء، من الطفوله حنا معاه، ماشي عاد اول مره غنشوفه ولا، راه من الطفوله ديالو. شنو رسالتك للناس وخصوصا مدينه الناس القنيطريين ولاد البلاد؟ وكنشكروهم اللي داروا ديك الدرجه وانهم بحثوا على ديك البلاد. شنو رسالتك ليهم؟ شنو رسالتك للناس القضاء؟ انت كجاره وفي المرتب ديالك. اش غنقول؟ الله ينصر سيدنا، والله زعما كاين احنا تنطلبوا
العفو وياخذوا عين الاعتبار داك الدري انه حتى هو مزيان ماشي خايب. هادشي اللي كاين. مرحبا مرحبا. ندوزو عند الجارة التالية اللي حتى هي بدورها جارتهم، وباش نحيط المشاهدين ديالنا انهم يتجنبوا يبانوا الظروف الشخصيه والظروف العائليه. كيف ما كتعرفوا حنا بعض الاسر المغربيه اسر محافظه، ولكن وجب حق الرد. السلام عليكم انا. السلام ورحمه الله سيدي. شنو كتعرفي على عبد اللطيف انت كجاره؟ وعاودي لينا شي شويه بحال هاد السيده هذه. كنعرف انا عبد اللطيف راجل مزيان، واخا هو ماشي كبير كنعرفو انا ماشي كنقول انا شاط الحق. جارنا مو كلهم الله يعمرها سلعه، حتى الناس كانوا كيجي يدقوا عليهم تيبغيو كان شي ايامات بغا يكريو مول الحانوت. صيفط عدي الناس دقوا عليا الحانوت شاده معايا قال لي ديهم عندك الدار تحليمه، راه قالوا بغات تكري راه ولادها معقولين. انا مني سمعنا هذا الخبر ما ظنيناش هذا الشيء. عبد اللطيف ما تقبلتوش؟ ما تقبلناش، وما لا ولادنا ولا كل شيء الجيران ما تقبلوش هذه الهضره ديال عبد. انا براسي حاليا ما مطيقاش. هو مسكين عاد بحال السيد عنده ظروف هي اللي دارت ليه هكايا. بحال اش الظروف تقريبا؟ حيت هو عند مني دار مع المراه ديالو. المراه اللي طلق منها مع المراه ديالو. مع المراه ديالو عنده خمسات الوليدات، خدام بخير وعلى خير، الراس ديالو ما يقعدوش فيك. هادي انا كنقول شهادة الحق وشهادة الله، انا ماشي كنافق ولا شي حاجه. لا دي الشهاده امام الله. حتى حنا عندنا وليداتنا، هذا السيد كنعرفو راجل مزيان ووالدي كلهم الله يعمرها سلعه الله يعمرها جوره. هذه السيده اللي هضرت معك دابا جارتنا، هذه راه مربيه الولد ديالي، هذا سميتو حمزه راه دابا عنده 20 عام. وهذه السيده حتى هي كنعرفوها، حتى هي كنا حنا جيران، حنا كنقولوا عشهد الحق عبد اللطيف الله يعمر ليه الدار. ومسكين تمشكل مع قال لك مني جراو عليه المرا ديالو وشدت الدار وشدت صافي. السيد بحال اللي مرض في راسه ولا الله اللي كيعلم. مابقاتش عنده سكنه؟ مابقاتش عنده السكنه مسكين، راه موعه هجاله حتى هي مسكينه كيرفوا عليها الناس. كتلبق مسكينه يعيدوا ليها الناس، ماشي كتعطوها الناس المعوينه. حاله ضعيفه إيه؟ حاله ضعيفه مو المعوينه كتشدها، ماشي ما نكذبش عليها. يعني كانت قالت لي الام بانه هو المعيل الوحيد ديالها. ها وهو مرضي ولدها، عندها واحد الدري مسكين مريض، هذاك ما ماشي غيصرف عليها، ماشي هذاك مسكين هكاك وتا هو دريويش ما فيه حتى حاجه الدري الكبير. وهذا عبد اللطيف خلاص كلشي الدراري خوتو الجيران خوتو، شتي الراس ديالو لاباسه خالتي لاباسه خالتي، يدوز حاني الراس. وما هذاك الدري انا ما توقعتش منه هاد الشيء، من سمعت هاد الشيء انا ما تقبلتوش. مو مسكينه درويشه المراه مني سمعت هاد الخبر دارها ولات كتبات عا في الخلا، ما تقبلتش هاد الشيء. دابا هو عنده المشكل مع المراه والولاد، مع دات لي الوليدات الخيريه فهمتي. السيد بحال اللي ما رضاش، بحال اللي لقى ديك البنيه مثلا كوبغى يجيبها ويدير لها جابها ودار لها شي حاجه، كره قردها ودارها في المياكي ولعلم الله شي يدير لها، ولكن البنيه ما دار لها حتى حاجه. تم الضبط ديالو بانه اختطفها، لان هذا راه جرم. باش ندويو باش نكونوا في اطار القانون، هذا كيتسمى جرم. ولو انه يديها غير حدا الوادي تسارى بها بصح ما خصوش في اطار الجرم، ما خصهاش تكون. دابا هو انا على ما قلت على ما خفت نضلنا شنو، دابا هو من جرات عليه المراه على دوك الوليدات ديالو كان ساكن تصبح بلا سكنه ولا يدور في الخلا. هو ياك شخص ما عمره ما دار شي واقعه فايت له، عنده شي سابقه في هذا لا 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 ما عمره. هو كان على حساب من عقل الصغر راه كلشي كيدوزو. لا 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 هادشي ما عندوش. مدابزه بحال مخاصمه مع الصحاب مع الجيران، ولكن هنا مع الجيران الحمد لله كانت عنده مع كان عقل صغر كان عنده 20 عام شدوا على الهجره السيريه كان باغي يحرق. سمعتيني؟ المهم انا هاد السيد كنعرف مو كنعرفو الله يعمرها سلعه. شنو تبغي تقولي للمواطنين المغاربه وبالخصوص المطريين اللي ساهموا في البحث على هذيك البنيته؟ ودائما من كنعاودو نشكروهم اللي داروا هاد البادره هذه، لانهم المدينه كلها لا 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 المواطن القنيطري الاجهزه الاعلاميه للمجتمع المدني للسلطات للامن كلهم تجندوا وبحثوا على هاد البنت هذه، وفعلا لقاها واحد الشيفور ديال واحد
ديال السائق ديال النقل الحضري في بيران زاران، شنو تبغي تقولي لهاد الناس والناس اللي كيوضعوا نفوسهم في بلاصة القانون بلاصة القضاء، اللي كيطلبوا انهم يقطعوا له راسو، كاين اللي كيقول له قتل ولا مقطعوا له رجليه كذا، شنو تقولي للناس وشنو رسالتك للمواطنين وشنو رسالتك للقضاء؟ ونطلبوا الله يخفوا عليه، هو هادشي ماشي ديالو مسكين، ماشي ديالو مسكين، راه ربي اللي شاهد وشهد الحق، طلبوا الله يخفوا عليه، هو هادشي ماشي ديالو، ماشي ديالو مسكين، طلبوا الله يخفوا عليه، هادشي اللي غنقول. السلام عليكم. انتي الاخت ديالو، دابا انتي الاخت شقيقه ولا الاخت ديالو؟ لا شقيقته. اختو شقيقته. كيفاش سمعتوا هاد 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 الفاجعه؟ كيفاش كانت رده الفعل ديالكم اللي سمعتوا ان الاخ ديالكم انه كان متهم وكيبحثوا عليه انه اختطف واحد البنت، وكانت المدينه كامله بالاعلام ديالها برجالاتها وبنسائها وبامنها وبالسلطه ديالها كتبحث في الغابات وكتبحث في القنيطره كلها، كيفاش كانت رده الفعل ديالو؟ عاد تقولي لينا كيفاش خوك داير؟ حنا ما تقناش فاش سمعنا داكشي، ما تيقناش، حنا براسنا تصدمنا، وحنا ما راه عندنا حتى شي واحد، حنا براسنا ما عرفناش واش خونا ما باغي الناس، ما كيجيناش، ما كنهسوش، ما كنشوفوش، ما تيقناش بان خويا يدير ديك الحاله، والناس اللي كيهضروا عليه وما كيعرفوش راه حرام عليهم. شكون الناس اللي كيهضروا عليه؟ الناس اللي كيهضروا كيقول لك راه مجرم، راه ادم، ما عرفتش كيفاش كيقولوا ليها وحش ادمي، ناس كيحكموا على الناس ما كيعرفوش الظروف ديالها كي دايره. خويا راه ما كان فيه حتى شي حاجه، راه الناس كلها كتعرفوا، القنيطره كلها كتعرفوا، دوار الشرق كله كيعرفوا، راه ما كانش خويا بحال هكا. خويا راه الظروف ديالو راه كانت محال، وبوليدات وسط وليداته تلقى شمله مشتت، وليداته في الخيريه، وبالضبط ملي شاف ولادو في الخيريه الدري مابقاش كيعقل، واصلا عنده مشكله هو، هي البنات كيحماق عليهم، مشكلته حتى مع مرتو على البنات، تيقول انت ما كتولدي ليا غير الدراري، ما كتولديش لي البنات، راه ولدو عنده 4 شهور راه ما شافوش، ما عمرو شافو، ما شافوش لين تزاد ما شافوش. شنو الاسباب، شنو الاسباب اللي خلاته ما يشوفش ولدو؟ كان طلق هذيك الساعات، كان طلق، طلقات المراه وهي حامله، ما شافش ولدو، ما شافوش، لين تزاد ما شافوش. كيفاش داير خو؟ كيفاش داير خويا؟ عاود لينا شي شويه عليه. خويا دري مزيان معقول وحنين، لو كان غيبغي شي تكرفيصه لشي بنات راه حنا خوتو، راه عندنا، راه انت شتي البنات، انت كاختو ضروري غادا تشكريه، ضروري هادي كانت شي حاجه خايبه غنقولها في خويا، غا كانت شي حاجه خايبه بغينا حتى هي تقولها في خويا، غنقول خويا. شوف انا كصحافه بعض الناس هنا كيقول لك كندافعوا، حنا استاذ ما كندافعوا على شي حد، حنا كنعطيو الصوت ديالنا لجميع المواطنين سواء ظالم او مظلوم، هذا هو القانون ديال مهن الاعلام. انت خوك سواء كان ظالم سواء كان مظلوم بغيناك تدوي عليه بصراحه. كان ظالم غي ياخذ العقاب ديالو، راه حتى حنا غنديروا راسنا في بلاصه هذيك الام، راه غادي ربي اللي غيكون عالم بها والله يسمح لينا منها، ولكن خويا راه ما كانش في العقل ديالو، ما كانش عارف راسو اش كيديروا، وكو كان عارف راسو اش كيدير راه ما غاديش يجيب بنت صغيره، وكو كان نيتو خايبه راه كنت كرفس على ديك البنت، ياك البنت الطبيب تيقول بان ما فيها حتى شي حاجه، ما مغتصبه ما حتى شي حاجه، خويا جاب ديك البنت بانت له بحال اللي راها بنته، حس بالنقص اللي عنده في ولادو وفي محالو، حس بداك الحنان البنت جلبت له داك الحنان ديال بالحرقه ديال البنت اللي ما عندوش، راه عنده 5 د الدراري، ولا بغات اي واحد يتاكد حتى من الحنان مدنيتو غادي يعرفوا عنده 5 د الوليدات، هو كيحماق على البنات. لو كان خويا يادي البنات احنا كنعمروا دارنا، بناتي انا بنتي هنا كتبات، بنات خوتي انت شتي قدامك شحال ديال البنيتات الصغار، شي 9 ديال البنيتات الصغار تقريبا، اكثر كاع من 9 وكان يادي ادم، هو الوقت نجيو هنا هو الوحيد بعد اللي عمره ما قال لا هدا ولا جلس ولا ما كيديروا، نجيوش الدراري عزيزين علو الدراري، راه شتي داك الفيديو اللي شادينو في الحانوت كيفاش دوك الدراري كاملا شرا ليهم كيفاش تيتعاملوا، كون نيتو خايبه في البنت راه خويا فاقد العقل ديالو، راه ما عارفش راسو اش كيدير. كانت حالته النفسيه ديك الليله؟ انا خويا ما نكذبش على الله، انا ما كنتش هنا، انا غير التليفون مع امي كنهضر مع امي، اصلا انا اللي جبت لامي الخبر بان واحد السيد تلاقاني كان جار وكيسكن بالرامي كيعرفني، قال لي بديعه كي داير خوك؟ قلت له لاباس عليه، قال لي يا خوك لا ما في خباروش
راه انتقال لمراته خدات انتقال ما عرفت فين غتدي الدراري. انا كنت صحابي ما نعيطش لامي ما نقولهاش هاد الهضره. عيطت على امي قلت لها امي راه شنو واشنو مرتو راه خدات انتقال بلا خبار واش ما بخباروش. قالت لي ما بخباروش خويا كي ساق الخبار ولادو مشاو للخيريه كي ما عقلش على راسو اش كيدير. لا ماشي في قنيطره. فين تاش؟ ما عرفتش اخويا ما عرفتش ما عرفناش ما عرفت فوازان ولا فين ما عرفتش. عندك تبغي تضيفي لينا شي حاجه؟ حنايا ما عرفناش. بغيتي توصلي على المواطنين؟ المواطنين ما يحكموش على واحد الانسان ما كيعرفوش، وحتى اللي كيعرفوه راه ظروف حقه خايب، هو راه غياخذ العقاب ديالو ماشي ما غياخذوش. هو راه ولد البلاد، القانون كاين في البلاد، الحمد لله كاين القانون في البلاد. ونديروا راسنا حتى حنا عندنا وليداتنا ونديروا راسنا حتى حنا بلاصه ديك السيده تخطف لينا بنتنا، راه حتى حنا ربي اللي غيكون عالم بينا. وهذا الشيء اللي كاين اخويا. ناض الضجه كبيره وان ندير في قنيطره كلشي ناض كيقلب. بعض اليوتيوبرز ناضوا كيصوروا فيديوهات كيلوح ستوريات بانه كيقلب على البنت. ومره اخرى المره راه راني نقول الحمد لله والديها اللي رجعت لهم البنت. الحمد لله اللهم لك الحمد. وحنا كاع والدين وكاع الوليدات ما بغيوش هذا الشيء. حنا ما نبغيوش. حتى انتم صراحه لله قبل ما ندخل لايف سنكرتوا هذا الفعل هذا. غير انتم ما عارفينش اش واقع بالصح. شنو رسالتكم للامن؟ رسالتكم للقضاء؟ رسالتكم للمواطنين؟ عطيني شي رساله. والامن اخو الامن خويا راه كيدير خدمته، ماشي حيت خويا راه غادي نغطي عليه ولا غنقول لك الامن راه كيدير خدمته. وعاش الملك، واللي في حق خويا راه غياخذها، اللي في حقه راه غياخذها. القضاء راه غادي يدير الشغل ديالو. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا بغينا الاعدام ولا بغينا راه هما عندهم ولادهم، غدا ولا بعد غدا يقدر شي واحد في ولاد هاد المواطنين اللي كيهضروا يطيح في نفس المشكله. فهمتي؟ اليوم عليا وغدا عليك. ما تحكموش على الناس اللي ما كتعرفوهمش، ما تحكموش. واللي يهضر على المنكر اللي كاين في البلاد، واللي يهضر على هاد اللي الدرويش ما لاقاش حتى ما ياكل، ينوضوا يهضروا على الزيت وعلى السكر اللي غالي، يديروا ضجه على هاد الشيء، ويديروا ضجه على الطوبيس اللي الناس كتمشي مزاحمه فيه والشفاره فيه كيشفروا ما كيهضروش معاهم، ويديروا على بزاف د الحوايج. ماشي بان لكم يا عبد اللطيف ظلمتوه، ماشي مظلوم، دار هذاك الشيء ماشي في الوعي ديالو، ما عقلش على راسو. والقانون راه غادي يكون الحكم ديالو راه غادي ياخذه. وعاش الملك، واللي دارها الله هي اللي كاينه. وعاش سيدنا، واللي دارها سيدنا هي اللي كاينه. هادشي اللي كاين. تن متابعين الجريده الوطنيه، كيف ما سمعتوا مع الجيران ومع الاخت ديالو الاخت ديالو شنو التصريحات اللي قالوا على المتهم اللي هو حاليا في يد العداله، والعداله غادي تاخذ مجراها. والرساله الواضحه اللي وصلت للمؤثرين باش ما يركبوش على هاد المجاهدين، وراه كاين القانون في البلاد وكاين كاين الامن في البلاد، وحنا في بلاد القانون الحمد لله. وشكرا على التتبع ديالكم، ونهايه اسبوع موفقه. شكرا.